جوشنا كما كما لا كرتم دواتر وما العدد الأقصى أيد عدد دنو دانو للاشتراك في الأضحية إن كما لا كرتو لا فلن كرتو دواتر إن كان يجوز ذلك أكري جوشنا رولو نما إن كما كرتو لا عدد دنو دوا ودكوزي جواب ديون يجوز جوشن أن يشترك سبعة أشخاص أم تلور كرتو في الأضحية الواحدة لا يفلو كرتي تلور كلم دواتر جوشن إذا كانت ولنا من الإبل كريمو أو البقر أو فيه رولنا أما الشات أما كايد دا فلا يجوز جوشن با الاشتراك فيها كرتو نا كما لا كايد كرتي لا يرد واير جوشن با وقد ثبت الاشتراك الصحابة رضي الله عنهم في الهدي سواء سورة هديين كما ذاكرت لا يزا هديات دوازنا السبعة في بعير كلم أو بقرة أو في الحج حج أو العمرة أمراصا. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أندين نعام الحديبية ساهديبية البدنة كلمه عن سبعة أم تلور والبقرة في عن سبعة أم تلور. وفي رواية روالا حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركن حجات دي فنحرنا البعيرة عندك وكلمة أن الرأي عن سبعة أم تلور والبقرة في عن سبعة أم تلور أم تلور أم تلور أن الرأي معنى دي ألان جسنا أم تلور وليكوزي فيها كلمان. قال النووي نو رحمه الله ألشان جمال زفي هذه الأحاديث حديث ألا دلالة لجواز الاشتراك في الهدي هديا كما قلت هديا نرت رجسنا. وأجمعوا على أن الشاتة سندية سبتيمة الماي أن الشاتة شكاير لا يجوز جشنبا الاشتراك فيها كما قلت كايد لا يرد واير جشنبا. وفي هذه الأحاديث حديث ألا أن البدنة شكري مر تجزي وجشين عن سبعة أم تلور والبقرة في تجزي عن سبعة أم تلور وتقوم كل واحدة مقام سبع شياه ده سوسو كريمو دي نبتز بترم أو كاي تلور أو ديمي تلور أدي ما في نبتز كاي تلور أدي أو ديمي تلور أدي يقول حتى لو كان ولنا على المحرم سبعة دماء بغير جزاء الصيد بو تلور جزدن براسرنا شهاتين غرو وذبح عنها بدنة أو بقرة شي تتدرو في أو كريم دواجا أجزاءه عن الجميع سيسمى صور سبسنا. وسئلت اللجنة الدائمة على الاشتراك في الأضحية لجنة الدائمة توري أي كما كلتم لا ديود أي لا دواتر دابا فلسن دي كلتا تشوسو دواتر اي ساتشورا فاجابت شي زابكونا لجنة الدائمة يزابكونا تجزء البدن والبقرة عن سبعة سواء كانت من اهل بيت واحد فيدي ام تلورو جسنا سبتا في تشوسو دوانم لايرو دواتر سواء كان من اهل بيت واحد ام فاتفاليرو ولنو او من بيوت متفرقين او فاتو اقري اقري سامسون جسنا وسواء كان بينهما قرابة أو لا كتن ذا نمكارنغ الدور بير ولون إنكال جسنا أو نمكارنغ الدور بار ولون إنكال كلتا ديود جسنا فين أو كلمة لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلين ذلك نقامل أذنى شيء إذنى كنو للصحابة سوارو في الاشتراك في البدن كلمة لا شركة كلتا جسنا والبقرة فيها كلمة أدن كل سبعة أم تلو الرسول في واحدة ولم يفصل ذلك التايث في والله أعلم. على كل قلتنا المقارسة والحمد لله رب العالمين.